أعزائي طلبة الصف الثالث متوسط، عندنا اليوم حل أسئلة الرياضيات لطلبة خارج القطر، وعندنا هنا حل السؤال الأول. السؤال الأول يقول: حل المتباينة ومثلها على خط الأعداد. المتباينة 8 زد بالقيمة المطلقة ناقص 1 أكبر من 7. هنا ندور الواحد للجانب الآخر يصير بالموجب، الجمع يصير 8. هنا الإشارة أكبر، إذا الإشارة أكبر ناخذها احتمالين. الاحتمال الأول ناخذها مثل ما هي، بس نشيل القيمة المطلقة. هنا نقسم على 8 تبقى زت أكبر من 1، هذا الأسون. أما الأستو نقلب الإشارة إلى أصغر، والإشارة هنا الموجب نصير سالب، ونقسم على معامل زت فتبقى زت أقل من -1، فهذا يعتبر الأستو. فهنا راح يصير عندنا الكبير على اليمنى والصغير على اليسرى، وعندنا هنا الأسون أكبر من 1 فيصير على جهة اليمين، والأستو أقل من -1 فيصير على جهة اليسار. نحل السؤال الأول فرع أي. أما نجي إلى فرع بي، هنا عندنا اختصر المقدار. هنا ناخذ العامل المشترك مال البسط 7 تبقى x-2، وهنا ينحل بطريقة فرق المربعين x-2x+2، وعندنا الكسر الثاني يبقى كما هو. هنا يصير تبسيط x-2 تروح ويا x-2 تبقى 7 على x-2، والكسر الثاني قلنا نفسه. هنا المقامات مش شابهة فنجمع 7 زائد 5 يعطينا 12 على x+2. انتهى الحل. هذا فرع اي وبي، وترقبوا الفيديوهات القادمة لتكملة حل الأسئلة، وشكرا للمتابعة.